هل ممكن أسألها، هل بتتابع أي أعمال عربية؟ هل تعرف أي شيء عن مدى تطور صناعة السينما والدراما في المنطقة العربية ككل، ولا ده هيكون برضو أول تعرض ليها للثقافة المصرية والثقافة العربية؟ أنا بما أن أنا لا أفهم اللغة العربية، ولكن سوف يكون من الصعب علي متابعتها، ولكن قد يحكوا لي من بعض الأعمال العربية، ولكن أنني أتابع الأخبار ماذا يحدث هناك في تلك المنطقة.